السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ اليوم نديرو معاكم واحد الأكلة رائعة وسهلة، أكلة محبوبة عند الناس بزاف، وبالأخص عند التركيين كيبغيوها بزاف. داك الأكلة هذيك كتكون ثلاثة ديال المكونات. هاد الأكلة هذه سهلة وبسيطة ودغية كتوجد. الماكلة ديال بالنسبة للطلبة ديال المدرسة، بالنسبة حتى في الدار بنادم ينوض يوجدها دغية لوليداته، صحية زوينة كتوجد بسرعة. غادي نوريكم المقادير. بسم الله على بركة الله. عندي ثلاثة البيضات مسلوقين، البيض على حسب افراد الاسره. لكن الوليدات هكا بزايد الدار تبارك الله فيها بزايد، خص اكثر من ثلاثه البيضات. مطيشه عاوتاني حتى هي هكاك، انا درت هذه الكميه هذه المطيشه، شويه من المعدنوس، فرماج، البيض مسلوق. غادي نحكو هاد المطيشه ونديرها تحمر لي. والتوابل رانتوما عارفين، بزار، شويه سكنجبير، الخرقوم، كمون، شويه الفلفله حمراء مليحه. هاد التوابل هادو ضروريين. وكنحمروا مطيشه، كتجي زوينه. تابعوا الفيديو للتالي النهايه. غادي نستمر هذه المطيشه كلها، نقرب نساليها. المطيشه ديال هذا الوقت هذا تبارك الله زوينه ملحمه، ما فيهاش داك البيوضيه من الداخل. غادي نحك الثومة في الجهة الرقيقة، انا غير السما ديالها تجينا في مطيشة. الماء ديالها هو هذا، نديرو هاد المعدنوس. المطيشة منين حيدنا لها داك الماء ديالها مفيهاش بزاف، نديرو شوية ديال الزيت. نديرو التوابل، البزار، نديرو شوية ديال سكنجبير، غير شوية، الطماطيشة ما راه ما دايراش بزاف، على حسب فرد الأسرة، غير شوية، شوية ديال الكمون، درنا الخرقوم. ديرو مليحة، مليحة نديرو القياس ديال الملحة،
غادي نردوها فوق فوق البوطه. تقلنا مزيان تابعوا الفيديو للنهايه شوفوا كي غادي تجي. ما تنساش درنا هي هذه احنا حمرناها. غادي ندير عليها البيض 6 فور بيض. بالنسبة لهاد الأكلة هادي سريعة للتحضير، تكملنا حتى 10 دقايق ما كتكملهمش. نحاولو هكا بعدهم شوية. غادي نجيبو الفرماج ديالنا اللي حكينا، غادي نستفوه من الفوق. غادي نردوها طيب، ردوها فوق البوطه، ولكن غنغطيها بهذه المغطيه ديال هذا الطاجين هكا باش تصغم باش يرجع عليها داك السخونيه يرجع على الفرماج. الكره ديالنا هي هذه، وجدناها ها هي. غادي نزينوها بشويه ديال المعدنوس. نتمنى من الله هذه الوجبه تنال اعجابكم، وإلا عجبتكم ردوا عليا في الكومنتير، وكي جاتكم جربوها تشوفوا كي جاتكم ردوا عليا في الكومنتير. ونتمنى من الله تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوناش في اللايكات وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.